إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء. ما في شيء يعجز الله سبحانه وتعالى، الحكم حكمه والأمر أمره، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني جلاله وعزته، له العزة الكاملة، الله عزيز حكيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، رب العزة، العزة مقصورة عليه، على الرب، إضافة مراد بها هنا تفيد التخصيص والقصر، لا عزة كاملة إلا لربي سبحانه وتعالى. ومعنى العزيز والعزة معناه الغالب، العزيز معناه الغالب، هو بيده الأمر كله، هو الذي يغلب، لا أحد، لا أساطيل ولا أمم متحدة ولا غيرها. فهذه الأوصاف الكاملة لله سبحانه وتعالى كأن هؤلاء يقرؤونها ولا يصدقون بها. الله تبارك وتعالى ذكر هذه الصفات العظيمة له سبحانه وتعالى، وتجعل كل مسلم يقشعر جلده، ولا يمكن أن يخشى أحدا إلا الله. وكذلك أي لم يفهموا ولم يصدقوا بوعد الله سبحانه وتعالى المتكرر في القرآن، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة مش في الآخرة، في الحياة الدنيا ليس في الآخرة فقط، ويوم يقوم الأشهاد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذي نطلبه من أهلنا في بلدنا أن يراجعوا أنفسهم ولا ينجروا وراء هذه الثقافة المخذلة التي تدل على ضعف الإيمان وقلة الثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وأيدي هؤلاء الناس هي مملوءة بأعدائهم أكثر ما هي مملوءة يعني بوعد الله وبكلام الله الذي يقرؤونه ولا يعملون به.